اتحاد بسكرة من الفوز على فريق جمعية الشلف، أحد الطامحين للصعود هذا الموسم إلى المحترفي الأول. أصحاب الأرض كانوا السباقين للهجوم من كرة ثابتة ورأسية علام يصدها الحارس ويبعدها الدفاع، ليأتي رد فعل الزوار من هذه الركنية وتسديد كايبو عبد القادر وتدخل دفاع الاتحاد. الركنية الثانية من اللاعب جهل ورأسية عراب محمد لم تكن في إطار مرمى خلف صلاح الدين. نلعب الدقيقة 23، هجوم لصالح اتحاد بسكرة، بوفليغا يتوغل يعرقل، الحكم ميال لا يتوانى في إعلان ركلة الجزاء. بن عاشور يتولى التنفيذ فاتحا مجال التهديف. هدف لصفر كانت نتيجة المرحلة الأولى. بداية المرحلة الثانية حاول خلالها عناصر الاتحاد إضافة هدف الأمان وتسديدة بن طيب، إسماعيل لم تأتي بجديد. الزوار من جهتهم حاولوا تعديل النتيجة لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. تسديدة جهل يصدها الحارس خلفه ثم خارج الإطار. أبناء زاوي سمير حاولوا فيما تبقى من الوقت تدارك الموقف لكن دون نتيجة، ليعلن الحكم ميال نهاية المباراة على نتيجة هدف لصفر لصالح اتحاد بسكرة. واتحاد بسكرة يبقى في